مرحبا، كيف الحال؟ اليوم رح نحكي عن نقطة مهمة في منصة اللينكد إن. بعض الحسابات ما بتهتم بكتير بقسم المهارات، ولا بشوف في كلمات مفتاحية في قسم عنوان الحساب والموجز والخبرة. اليوم رح نحل هذا الموضوع، رح أفرجيكم أكثر من طريقة للبحث عن كلمات المفتاحية المتعلقة في المسمى الوظيفي تبعنا حسب اللينكد إن. نبدأ؟ تفضلوا. هذا أول تمرين اللي بنعمله، انه بنروح على حسابنا الشخصي من خلال الضغط على الصورة View Profile، وبعدين نيجي عند حسابنا على كلمة More وبنضغط على Build Resume. هنا في عندنا خيارين، Upload Resume ولا Create From Profile. احنا رح نروح ب Create From Profile. هلأ هون اهم جزء اللي هو لازم نحط احنا المسمى الوظيفي تبعنا الصحيح وحسب المتاح في منصه لينكدين. فممكن نكتب انه ديجيتال ماركتنج مثلا ونشوف ايش الخيارات الموجوده. ديجيتال ماركتنج دايركتور، بحط ديجيتال ماركتنج دايركتور، بنسوي ابلاي. هلا شو سوى؟ راح بحث عن الكلمات المفتاحيه المتعلقه في هذا المسمى الوظيفي وحكالي انت مستخدم 1 2 3 4، سوشيال ميديا ماركتينج، ديجيتال استراتيجي، اناليتكس، ديجيتال ميديا، ممتاز، ولكن مهم انك تضيف عليهم كمان هدول. فحط لي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، انا مش ضايفهم، فحكالي بننصح انك تضيف هدول. هلا في نقطه مهمه، انه 15 هون صاروا 20 تقريبا. النقطة المهمة انه انا اليوم اشتركت بحساب مدفوع، فالحساب المدفوع بيعطيني تقريبا حوالي 20 كلمة مفتاحية. الحساب المجاني بيعطينا 10 كلمات مفتاحية بالمجمع. يعني الطريقة الثانية انه احنا بنبحث عن مسمى الوظيفة تبعنا في اللينكدين، فبحكي ديجيتال ميديا دايركتور وبحط انتر، هيطلع لي صفحة النتائج. من هنا بختار جوبس، اوكي. وبعد ما اخترت جوبس ايش هيطلع لي؟ كل الشواغر اللي بنفس المسمى الوظيفي او قريبة عليها، وبختار الشاغر اللي انا بدي اياه. اوكي، فنحكي مثلا انه هذه اول وظيفة انا بدي اياها مثلا، فايش بسوي؟ باجي وبنسخ الوصف الوظيفي لإلها، اوكي، بحطه ب Notepad. وبنسخ كمان مسمى آخر مثلا هذا، وحطه كمان في Notepad. وبجمع 20 وصف وظيفي لنفس المسمى تبعي، 20. وبعدين بروح على موقع وورد كلاود، ببحث عن وورد كلاود مونكي ليرن، باجي على هذه الأداة المجانية، انسخ 20 وصف وظيفي، اسوي لهم نسخ، باجي بحطهم هنا وبسوي جنريت كلاود، راح يطلع لي مجموعة مفردات وكلمات مفتاحية متكررة، فمعنى تكرر يعني انها مهمة جدا، فانا بصير اجمع منها الكلمات المفتاحية المتعلقة في المهارات اللي موجودة عندي. هلأ الطريقة الثالثة انه بنبحث عن المسمى الوظيفي تبعنا، Digital Marketing Director، وبعدين في صفحة نتائج البحث بنروح على ال يس على الاشخاص بيبل، نضغط على بيبل، وهنا راح نشوف حسابات لاشخاص وبنشوف ايش المهارات اللي هم استخدموها. فاحنا راح نستعير منهم المهارات اللي استخدموا. فهنا في عندنا سكيلز 37 مهاره، فبنفتح عليهم بنشوف بعض المهارات اللي مثلا في عنده SEO، SEM، Web Analytics، Google Analytics، Google AdWords، Online Marketing، Online Advertisement، Digital Marketing، وبختار بعض الكلمات المفتاحية الملائمة للمهارات الموجودة عندي وبحطها بالنوتباد. التمرين الرابع، في رابط
هاي الرابط، بنروح على هذا الرابط، هذا الرابط متصل في منصة لينكدإن، وبننزل لتقريبا نصف الصفحة لنشوف صندوق المسمى الوظيفي. هيو هنا انتر جاب، فهون نحط المسمى الوظيفي ديجيتال ماركتينج دايركتور، وبنصح هون موجود سيلكت يور سيتي، بنصح ان نحط مدينة امريكية عشان يعطينا نتائج اكبر بكتير. فاخترنا المسمى الوظيفي، طلع لنا هنا اسامي المهارات هي موجودين هنا. وهلا راح افرجيكم اخر تمرين هو اهم تمرين. هلا هذا التمرين يتطلب انه نشترك في حساب مدفوع على لينكدين. نيجي هنا مثلا بضغط على جوبس، بنضغط على جوبس، هاي جوبس. طيب بعدين خلينا نبحث عن مثلا وظيفة هذه Chief Marketing Officer. فلما بنزل تحت ببين لي هنا انه انا مهاراتي 3/10، فبشوف المهارات اللي لسه مش حاطة انا موجودة عندي وبلاقيها هنا. من هنا مثل نتعلم ايش المهارات المطلوبة للوظائف اللي احنا بنبحث عنها. فبسجل ان انا ناقص عندي بزنس استراتيجي، ماركت ريسيرش، استراتيجيك بلانينج، برودكت ماركتينج وغيره، وبحطهم عندي وبروح على وظيفة اخرى واخرى واخرى بنفس المسميات الوظيفية عبين ما اجمع المهارات اللازمة. وبعدين بشوف ان انا حاط هذه المهارات اذا موجودة عندي، كاتبها في العنوان، كاتبها بالموجز، بالخبرة، في قسم المهارات، ولا مش كاتبها. شكرا، ان شاء الله تكونوا استفدتم.